أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والجهات المعنية في مباشرة استكمال تنفيذ خطة بناء 9 مساجد في مدينة شرق الحد وتخصيص الميزانيات اللازمة لذلك. كما وجه سمو الجهات المعنية بأن يتم الشروع فورا في بناء مسجد لحي الجليعة وأم السوالي وفق المعايير الحديثة والتصاميم الإسلامية مع الإبقاء على الترتيبات الحالية للأماكن المخصصة لأداء الصلوات حتى اكتمال بناء المساجد بمدينة شرق الحد. وتنفيذا لأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمباشرة استكمال تنفيذ خطة بناء 9 مساجد في مدينة شرق الحد، أكد سعادة السيد نواف بن محمد المعودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن الوزارة بدأت بالتنسيق الفوري لمباشرة تنفيذ هذه المشروعات. كما أعلن سعادة الوزير البدء في التنسيق مع إدارة الأوقاف للشروع فورا في بناء مسجد لحي الجليعة وأم السوالي وفق المعايير الحديثة والتصاميم الإسلامية مع الإبقاء على الترتيبات الحالية للأماكن المخصصة لأداء الصلوات حتى اكتمال بناء المساجد بمدينة شرق الحد. أعرب سعادته عن بلغ الشكر والتقدير لدعم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لضمان تلبية احتياجات كافة مناطق المملكة من دور العبادة تبعا للتخطيط المعتمد.